خدتهم منين عينيها. يا سلام عليك يا سلام عليك يا ابو وائل، اموت فيك وانت مدلعني. احنا كده هنقضي يومين عنب. احنا هنقضي هات سهره كده احسن. خلاص قربت اسافر. انت مش ناوي تكبر دماغك موضوع السفر ده؟ نويت على فين يا عمر؟ مش مهم نويت على فين، المهم اني هطير، هسافر بعيد عن البلد دي خالص. خلي ابويا بقى يشبع بالهانم اللي معاه. ما خلاص بقى يا عم وائل، ما انت كده خدت بتار امك. المهم انا هقوم بقى عشان اتصرف في الحاجات دي. استنى سيبوا لي دي. ليه يا عم وائل؟ تجيب لها قرشين زي الفل. انا عايزها يا اخي. لسه في دماغك برضو ومش هتطلع منها. على مون براحتك، انا هقوم انا اتصرف في الحاجات دي ونتقابل بالليل. سلام سلام سلام. وائل لسه زعلان مني؟ يا عم انا مش زعلان منك ولا حاجه، انا بس خايف عليك. الياس اللي انت فيه ده هيضيعك. ضيعني؟ مضيت من زمان يا وائل، ساعه ما حبيت بجد، حبيت قوي، وانت عارف اللي حصل بعد كده. مش كل الناس زي بعض، ودلوقتي ريم لما قدم لها الشبكه اللي انا مجهزها لها، انا متاكد انها هتقلع الشبكه اللي في ايديها وتاخد شبكتي. تفتكر هتوافق يا ولد؟ طبعا هتوافق لانها بتحبني. والله انا خايف عليك بجد يا ولد. ما تخافش عليا، انا خلاص عرفت طريقي كويس. لما انت مش ناوي تيجي على الغدا ما اتصلتش تقول لي انك مش جاي. انت كنت فين الصبح؟ كنت بشتري حاجات. ما اتصلتيش بيا ليه؟ مش في تليفون معايا في جيبي تتصلي بيا فيه في اي وقت؟ وهو انت فاضل تليفوناتي؟ ثم يعني انا كمان عشان انزل اجيب طلبات البيت لازم اتصل بالتليفون؟ اي ست محترمه بتعمل كده. بس بقى بلا محترمه بلا نيله، طول النهار تقول لي محترمه محترمه غصب عنك. انت عايز ايه؟ انت جاي بره حد حرق دمك وجاي تقرفني؟ اف شبابنا اللي هينجحوا المشروع ده ان شاء الله. شد حيلكم يا شباب، عايزين المشغل ده ما يبطلش شغل على طول. انا عمري ما حسيتكم، اي حد عايز حاجه يقولي على طول. وطبعا الاستاذ نور مش هيسيبنا مش كده يا نور؟ طبعا طبعا. في حاجه يا ليلى؟ اتفضل. معلش انا مضطره عندي حاجات مهمه لازم اخلصها. الف 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 خليكي معانا شويه. معلش الوقت اخر. تسلم ايدك. انت مش ناوي تروح؟ لا يروح فين؟ هو معايا دينات انا من غيره احتاج. الف مبروك. الله يبارك فيك. ده الحلاوه دي، ده حاجه جميله جدا يا مدام. الف مبروك. الله يبارك. الف الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. احنا جايين نبارك ونهني. الف مبروك يا مدام. الله يبارك. الف مبروك. اتفضلوا اشربوا حاجه ساقعه. متشكرين قوي. مبروك. متشكرين. شكرا. متشكرين. متشكرين قوي. أو دماغها يا عم. احنا مالنا ومالها؟ ما تسيبها في حالها. طول عمرك هتفضل محلك سر تفكيرك العبيط. تعالى تعالى اشرب لك كوبايتين شاي وحاجه المعسل. لحسن الكلمتين اللي قالتهم لي فورت دم بيهم. هات حجر معسل وكوبايه شاي. شاي برضه. خليهم اتنين شاي وحجر معسل بسرعه. افهم يا رضوان، يعني لازم تستنفع من كل اللي حواليك. بس
6 جنيه معايا 20 جنيه. احنا بقى ناخدهم منها ونعرف نوديهم لها فين؟ فين؟ في اليوم طبعا. يا راجل يا راجل حرام عليك. وانا بقول لك هنسرقها والله لا سمح الله. احنا هناخد منها التشييد نشغلهم لها وهي هتكسب منهم وهيزيدوا واحنا هنستنفع. فهمت؟ فهمت. عجبني قوي الكلام ده يا عم. صحيح؟ عرفت ازاي تخرجي من خبطه يعني؟ ولا ذكاء ولا حاجه. انا ما استريحتش من تصرفاتك وحسيت ان انت كمان مش مرتاح فتصرفت كده. طب ممكن اعزمك على الشاي؟ ايه المناسبه؟ يعني لازم تفتح لي مشروع. يبقى انا اللي عزمك. المهم ان احنا نتعشى سوا. اتفضل يا بيه القهوة. يا لهوي عبد النجيب الحقني عبد النجيب الحقني اتسرقنا اتسرقنا الحقني اتسرقنا. ايه في ايه؟ ما خليليش منها ولا حاجة. كل مجوهراتك؟ ايوه. فلوسي كمان اللي كانت هنا اتسرقت. انت كمان كنت حاطط فلوس هنا؟ الله ما انت عارفه وشايفاني وانا بحطهم. يعني ايه؟ تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ لا ما اقصدش حاجه. بس انا ما احبش الاستعباط. استعباط؟ استعباط ايه؟ الحق بلغ البوليس. انت مالك هادي كده ليه؟ بقول لك بلغ البوليس. فين الفلوس اللي كانت في الدرج يا راني؟ بقول اللي سمعتيه. انا لحد دلوقتي بتكلم بهدوء مش عايز اعمل فضايح. فضايح؟ فضايح ايه انت جنان؟ ايه ده؟ اسمعي انا ما احبش حد يقل ادبه عليا ابدا فاهمه؟ انت كمان هتمد ايدك عليا. ما دام ايدك طولت ومدتيها يبقى ايدي كمان تتمد حاجة. ابدا يا سعاده البيت. بس ايه في بقى تتكلمي يا كوكا؟ سعاده البيت احنا جايبين المصحف ده عشان نحلف عليه قدامك ان احنا ملناش دعوه بحكايه الحاجات اللي اتسرقت دي. ده احنا عمرنا ما عملناها. ده احنا لنا سنين طويله عندكم. ايه اللي بتقوليه ده يا كوكا؟ معقول انا افكر في حاجه زي دي؟ انت مربيه اولادي مستأمنك عليهم مش هنستأمنك على فلوسنا. مش كلام فارغ. وانت يا محمود ايه حكايتك ده؟ انت معايا بقالك عمر طويل. انت ايه يا راجل؟ انت عارفك كويس قوي. ربنا يكرمك يا سعاده البيه ولا يحرمناش منك. امورنا نعمل اي حاجه عشان نرضيك يا سعاده البيه وما نشوفكش زعلان كده. روح اعمل لي فنجان قهوه من ايدك. يلا. حاضر سعاده. وانت يا كوكا يلا روح شوف ايه وراك يعمل ايه. بلاش تفكري في الكلام العبيط ده. يلا يلا يلا. حاجة ممتعة انك تحس انك نجحت خصوصا لما تدوق طعم الفشل. طول عمري نفسي اعمل حاجة احس انها بتاعتي. على طول غرقانة في الشغل ومشاكل الناس ما بتخلص. لحد ما جيت انت للمشروع ما قدرتش اقاوم بصراحة. شكرا يا نجاح. انت الوحيد اللي خليتني اطلع من الحالة اللي انا فيها. عرفت يا سميحة انك انت ما غيرتش. ولا انت. انت كمان ما تغيرتش. على طول بعرف لما بتبقى متضايق بيبان عليك. اوعى تكذب. متضايق؟ ليه بتقولي كده؟ من ساعة ما ركبنا العربية و
وانت ما كلمتش ولا كلمة، وانا عمال اركي 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 وانت ما بتردش علي، مالك بقى؟ ابدا عندي شوية صداع، بس صدقيني انا كمان مبسوط قوي بحكاية المشروع ده، ومبسوط بفرحتك وانت بتقصي الشغل. فكرتني بفرحتك زمان ايام ما كنت بعدي عليكي من ورا اهلي واخدك ونروح البوم، بتقعدي تركبي في المناديع تضربي البوم وتجري ورا العربيات وفرد شمشمك تضيع. فاكرها؟ وانت كنت لازم تجيب لي فردة من اي حته، المهم تنقذني من العلقه وخلاص. ايام ما تنسيش. اه والله. اه فاكر لما كنت بتضرب عشاني لما حد ضايقني وتترقع حته تشيل علقه وبرضه تتخانق عشاني. اعمل ايه؟ ما كنتش بستحمل حد ضايقني. ايام حلوه بشكل. بحب النيل قوي بالليل. بحس كده كأنه هينطق. ما بيسمع كل يوم حكايات قد كده. قصدك يعني عن العشاق اللي حواليه؟ وهو عنده غيرهم؟ صوتهم بيرن بالليل. ايوه. بس في اصوات تانية مكتومة مش قادرة تطلع. مش محتاج يسمعها. كفاية حس بيه. عندك عامة. ايه سكتي تاني ليه؟ الله، انت مش بتقول انك مصدق؟ اقولك على السر يا سمير، انا مستريح قوي لما بسمع صوتك. نعم، اغني لك. ايوه كده، اضحك يا اخي، فكها. كل كل كل. انت مختلف وانا مختلفة وهو ده السر. اوكي، هو ده السر. يا مروة تعالي لي بفضل. ادخل. ايه يا فندم. ايه يا مروة، لسه معرفتوش مين اللي بيبعت الورد دي؟ برضو معرفناش، وسألنا زي ما حضرتك قلت محل الورد، قال برضو ما يعرفش حاجة. اه طيب، انا هعرف. من فضلك هاتي لي الاوراق اللي المفروض تتمدي دلوقتي كده كلها. حاضر يا فندم. محمود. ايوه يا هان، تحت امرك يا هان. البيت اتصل؟ لا يا هان. طب روح انت اعمل لي عصير برتقال. حاضر يا فندم. الو، صباح الخير. يا صباح الفل، صباح الورد. دايما صباحك مختلف. صحيح. طب والاختلاف ده بقى للأحسن ولا للأوحش؟ طب بقولك ايه، انا كنت عاوز اشوفك. عشان المشروع طبعا. بحسب وحشتك. خلاص اوكي، الليلة. باي. ابشر، ايه الاخبار؟ لا عالي العالي، الحمد لله. مفيش اي مشاكل؟ لا ابدا، الشغل ماشي زي الفل. هي الست سميحه مش هتيجي ولا ايه؟ لا، ست سميحه مشغوله شويه اليومين دول، وراها شويه حاجات كده بتخلصها. واديني انا اهو بشقر عليك كل شويه، ولو احتجت لاي حاجه هبقى اقول لك. عشت يا استاذ نور، اتفضل. الكشكول ده فيه كل حاجه. ايه ده ابشر؟ ايه يا استاذ نور؟ الحساب ده مظبوط؟ طبعا مظبوط. مظبوط ازاي؟ بص كده بتاكد. ازاي ده؟ ازاي؟ انا اللي بسال ازاي. افتكرت. معلش يا استاذ نور، دي غلطتي وانا حصل لها فور. لا ارجوك، احنا مش عاوزين غلطات من النوع ده.
ايه يا بشير؟ مالك في حاجة؟ أبدا، كل واحد فينا في اللي مكفيه ومش عايز أدوشك معايا. تدوشني؟ يا راجل ما تقولش كده، ده احنا اخوات. مفيش حقيقة، مفيش. مفيش ازاي؟ ما تتكلم. بقول لك يا أستاذ نور، أنت وراك حاجة ليلة؟ لا. في قهوة بنقعد عليها بالليل، يا ريت أشوفك وهقول لك على كل حاجة. خلاص يا سيدي، أنا موافق. هسيبك بقى دلوقتي. اتفضل يا أستاذ نور. مش كنت قلت لنا يا ست مريم كنا بعتنا لك عيل صغير من العيال اللي عندنا اشتري لك الحاجات دي ووصلها لك لغايه البيت؟ ان شاء الله يخليك يا رب. انا قلت انزل اشتري بنفسي واهو اتهوى بدل قعده البيت اللي تخنق دي. المهم قولي لي ريم عامله ايه مع خالد؟ ان جيت للحق بقى، خالد ده هديه مفيش زيه في الدنيا، أدب وأخلاق. وإيه ده؟ إيه الرجولة دي؟ أنا متهيألي مفيش ولد زيه أبداً في الدنيا. ما هو الطيبين للطيبات يا ست مريم، عشان أنت ست أصيلة ومن بيت أصيل، ربنا بعت لك واحد زيي. ربنا يا رب يتمم لهم بخير يا رب. أنت لسه قلقانة على ريم يا ست مريم؟ ما هو أنا مش هرتاح ولا يهنالي بال إلا لما أشوفها في بيتها. ربنا إن شاء الله هيقرب البعيد. إن شاء الله يا رب يسمع منك ربنا. يا رب. إيه فوتك بعافية. مع السلامة يا ست مريم. الله يسلمك. بقول لك إيه؟ نعم. ما تنسيش إن شاء الله يوم 15 نروح سوا نقبض المعاش بتاعك. بإذن الله. سلام عليكم. مع السلامة يا ست الكل. مع السلامة. سلام عليكم. الله حب. ايوه ريم. كنت فين؟ انت وحشتيني قوي. عامل ايه؟ اكيد وحش من غيرك. ملوش لازمه الكلام ده. وقدرتي تعمليها؟ سيبني وامشي ارجوك. احنا مش طول عمرنا بنحلم بشبكتنا؟ كنا. انا لسه بحلم. انت حر؟ انا لسه بحبك. وانا اتخطبت خلاص، ما عادش ينفع. ما يهمنيش، عشان انا متاكد انك لسه بتحبيني. ممكن تسيبني اروح؟ بتاعتك. ايه ده؟ حلمنا اللي طول عمرنا بنحلم بيه، لو خلاص ما بقاش ليا مكان جوه قلبك ما تاخديهاش. غرامي ايه بس يا لهوي؟ ده الجواب اللي كنا مستنيينه. وساكت ده كله؟ ده انا هجري افرح ماما. مالك يا ابني؟ انت مش فرحان ولا ايه؟ مش ده الجواب اللي كنا مستنيينه؟ خايف يا لهوي. من ايه بس؟ صدقني والله انا حاسه ان العمليه المره دي هتجيب نتيجه وهتبقى احسن من الاول. مش عايزه اتعلق بالحبال التانيه. خليها على الله. على فكره صفيه اتكلمت كذا مره ونفسها تسمع صوتي. أرجوك يا إلهام تقفلي على الموضوع. ليه بس يا أمير؟ واضح إن هي لسه بتحبك. أرجوك يا إلهام كفاية. ما بقدرش أستحمل نظرتها ليا. نظرتها ليا بتحسسني إنها بتقتلني. بتحسسني إن هفضل طول عمري عاجز. ليه بس بتقول كده يا أمير؟ اللي بيحب ما يبصش في الحاجات دي أبدا. بتحب إيه يا إلهام وبتعمل إيه؟ دي واحدة ما بتحبش غير نفسها. وأكيد في سبب قوي اللي مخليها تحاول ترجع. هيكون إيه بس؟ ما أعرفش. واضح بقى إنك بتهرب منها. ولازم أهرب. بعد ما كنت بادي حياتي بحركه وبركه، مش هقدر امشي جنبها وانا عاجز على كرسي. معلش بينفع يا الهام، خلاص معلش. طب حتى ارجوك يا الهام سيبيني لوحدي دلوقتي. ارجوك.
يا زوزر. مالك يا حبيبتي؟ ابي احسن تعبان قوي. تعبان؟ تعبان ازاي؟ نفسيته بايظه خالص. ليه؟ هو في حاجه ضايقته؟ بالعكس، ده الخبر اللي جه كويس جدا. خبر؟ خبر ايه؟ واحد صاحبه مسافر من فتره، وكان وعده اول ما يلاقي فرصه كويسه العمليه الرجليه هيبعت له، وفعلا بعت له النهارده. لكن ايه؟ بيقولوا انه خايف، مش عايز يتعلق بامل جديد، ممكن يكون كذب. غريبه، اصلك ما شفتوش قبل الحادثه، كان شعله نشاط وحركه وسفر، خلاص فجاه لقى نفسه على كرسي، مش عايز يتعلق تاني بامل جديد، ممكن يكون كذب. طيب هو فين؟ ممكن اشوفه؟ مش عارفه، هو مش عايز يشوف حد. هو في الفرندا، خشي له انت من غير ما اقوله، وحاولي معاه يمكن اقنعيه يا سوسه. أنا قلت برضو لا يمكن أروح قبل ما خليك تقرأ الديوان ده، أكيد هيعجبك. سوسن، مساء الخير يا أستاذ. مساء النور، اتفضل. لا اتفضل أنت الأول، اقرأ الديوان ده وقول لي رأيك فيه وبسرعة. بسرعة؟ بصراحة بقى أصل الديوان ده بتاع واحد زميل، ويهمني أعرف رأيك فيه. يتكلم عن المشاعر والأحاسيس. بكرة أتعلم، واضح إن لسه عضو أخضر، ما أتعلمش من الدنيا ولا بيجرى. الأخضر يا أستاذ ما يتبلش طول ما بيتسقي على طول. هيتبل وهيقع لأن محدش هيسقيه. اسمح لي أكلمك بصراحة، أنا عرفت موضوع الجواب، مش شايفة أي سبب مقنع للي أنت فيه ده. أنا أسفة، لكن كان لازم أقول لك الكلام ده. أرجوك أرجوك ما تضيعش الفرصة من إيدي. أنا مش فاهمة، إيه اللي قلقك؟ حاجات كتير. طب ممكن أعرف حاجة واحدة منهم؟ أنا ما بفكرش في نفسي يا سوسن، أنا بفكر في أمي وأختي اللي جوه دول، هيعملوا إيه لو جرالي حاجة؟ هيحسوا طول عمرهم بالذنب، لأنهم هيقولوا إنهم سابوني. مش أنت يا إحسان اللي تقول الكلام ده، مش ده إحسان اللي عرفته وتعلمت منه حاجات كتير. عرفتيني؟ انت متهيألك يا سوسن علشان اتكلمنا مع بعض شويه عن الشعر والادب، يبقى عرفتيني حقيقي. ليه مصر تلبس طوب مش طوبك وتوريني وش غير اللي جواك؟ تقصدي ايه؟ مش لايقه عليك كل اللي بتعمله ده خالص. انت مش من النوع اللي ممكن يتلون ويتظهر بغير طبيعته، بتنكشف بسرعه. ارجوك يا سوسن ما تلعبيش معايا لعبة الذكاء دي عشان خاطري. لعبة؟ ايه اللهجة دي يا احسان؟ انا عمري ما شفتك كده. مش معقول علشان جالك جواب في خبر حلو زي ده يعمل فيك كل ده. جواب ده فيه مستقبلنا كلنا يا سوسن. ارجوك ارجوك بلاش تشوه صورتك حتى قدام نفسك. انت هتفضل احسان، احسان قبل الحادثة، هو نفسه احسان بعد الحادثة. مفيش حاجة تغيرت، والناس اللي جوه دول محتاجين لك ترجع زي الأول، محتاجين لوجودك. علشان كده مش من حقك إنك تضيع الفرصة دي من إيدك، علشان أهلك وناسك وكل اللي بيحبوك، علشاننا كلنا. فهمت؟ ايه يا كريم في ايه؟ مش
حاجة، حسيت بس إن أنا اتخنقت فجأة. استغفر الله العظيم بقى من كل ذنب. طيب خد بس اشرب شوية مية. اهدى شوية. ايه اللي حصل؟ حاسس ان انا مخنوق من الاوضه دي. طب تعال تعال نشم هوا بره. تعال استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا كنت محتاج اشوف الارض دي. ها قول لي يا كريم بقى، ايه اللي حصل لك بالظبط؟ يعني لو قلت لك يا حسين هتفهمني ومش هتضحك عليا. هو الموضوع ممكن يضحكني؟ خلاص يا سيدي قول لي وانا مش هضحك عليك. سوسن وحشتني قوي. يا سلام، بقى مصحيني من عز نومي وبالفزع الكبير ده كله عشان تقول لي سوسن وحشتني قوي؟ ثم ان ده ايه علاقته باللي حصل لك دلوقتي؟ حسيت انها بتغرق وانا مش قادر انقذها. حلو قوي، يبقى ترسالك بقى على بر، يا تصبر يا تنساها. ما اقدرش انساها يا حسين. سوسن بالنسبه لي دي مش مجرد بنت عرفتها وخلاص، لا ده هي المبدا اللي انا مؤمن بيه. الارض اللي عمال اتعب فيها ليل ونهار هي بالنسبه لي سوسن، هي احلامي وطموحاتي. صعب جدا ان انا انساها، مفيش حاجه دلوقتي في ايديا غير ان انا استناها. عارف يا كريم، سلبيتك دي هي اللي جايباك ورا. سلبيتي؟ ايوه. لحد امتى هتفضل تتمنى وتستنى؟ لازم بقى تعمل حاجه. الهروب عمره ما كان بيحل مشكله. انا ما بهربش يا حسين، انا بحبها فعلا. اثبت لها ده، اقف جنبها ساعدها، يا اما تاخد قرار حاسم في الموضوع ده وتنساها. سيبك بقى من وجع الدماغ واللف والدوران اللي انت فيه ده. كريم حاول تحب نفسك شويه، حاول تريحها وتسعدها. نفسي نفسي يا حسين. خلاص يبقى تاخد قرار حاسم في الموضوع ده وتريح نفسك ولو مره واحده بس. وانا قلت لك 100 مره قبل كده، اللف والدوران بيدوخ صاحبه وعمره ما كان بيوصل لطريق. فهمني يا صاحبي. فهمت يا صاحبي. وبعدين يا ريم، بقالنا حوالي ساعة قاعدين ساكتين ما بنتكلمش. ريم أنا مش عارف، حاسس كده إنك في حاجة مخبية عني. ريم أرجوك أنا محتاج إني أسمعك. خالد أنا أنت إيه يا ريم اتكلمي؟ أنا مخبيه عنك حاجة. حاجة؟ حاجة إيه يا ريم؟ هتفهمني؟ ومن إمتى ما كنتش بفهمك؟ عاوزة أطمن. ومن إمتى كنت بتخافي وأنا جنبك؟ يعني اتكلم. ريم أرجوك اتكلمي، أنا فعلا محتاجة إني أسمعك. أنا هقول لك كل حاجة، كل حاجة. بس يا ريت نخرج نتمشى شوية وأنا هقول لك كل حاجة. تفضل قاعد ساكت كده، اتكلم. مش عايز اقلب دماغك يا استاذ نور، لكن والله صدقني انت من الناس اللي تدخل القلب من غير استئذان. حسيت انك الوحيد اللي هتسمعني وهتفكر معاك. وبعدين يا سيدي بسمعك. ابن هيضيع. هيضيع؟ هيضيع ازاي؟ الواد من ساعة ما خلص جيش وصايع، مش نافع في ولا شغلانة، وآخر كلمة تامة لقيناه بيشم هباب على عينه. بيشم؟ أيوه، وديناه مصحة مرة واتنين وكل شوية بيرجع تاني. مش عارف أعمل معاه إيه يا أستاذ نور، مش عارف. أنا مش قادر أعرف إيه اللي بيحصل في الدنيا. أنا عايز أعرف بس العيال دي بتهرب من إيه؟ حاجات كتير، كل مخنوق. سمير ابني ده
كان أشطر تلميذ في المدرسة، كان عنده أحلام كتيرة في الجامعة، خانوا المجموع في الثانوية ودخل معهد متوسط وبعدين راح الجيش. لما خلص جيش منفعش في أي شغلانة، كسرت نفسه غرق في الباب اللي هو فيه ده. طب وانت هتعمل ايه؟ وهو ده اللي انا جاي لك فيه يا استاذ نور. طبقني، انا برج من اخوك حيطير. فاكر الحسبه اللي طلعت غلط دي في اليوم اللي هرب فيه من المصحه وجاني البيت وعيط لي وترجاني ما قلتلوش تاني، كان بيموت قدامي، كتفناه انا واخواته والجيران ورجعناه بالعافيه. بقى شبح، مش قادر استحمل، مش قادر فعلا. طب اهدى يا بشير، اهدى بس، اهدى وتعالى نفكر مع بعض، مش هو ده اللي انت عايزه؟ دبرني يا نور يا اخويا، اعمل ايه؟ طب ايه رايك لو تخليني ازوره واقعد اتكلم معاه؟ جايز اطلع معاه بنتيجه. اتكلمنا معاه كتير وبرضه مفيش فايده. جرب الوقت اللي تلاقي نفسك فاضي فيه نخطف رجلينا ونروح. ربنا يقدم اللي فيه الخير. ايه رايك بقى لو نلعب عشرتين طاوله؟ يلا. وبعدين يا ريم، قلتي لي انك هتقولي لي على كل حاجه ولغايه دلوقتي ما اتكلمتيش. طلبت مني ان اخرجك بره البيت واديني خرجتك. ممكن اعرف بقى مستنيه عشان تكلمي؟ خايفه. ومن امتى كان لك الكلمه دي وجود في علاقتها؟ انا خايفه ما تفهميش يا ريم. فهميني انت، لو انا مش هقدر افهمك يبقى انا ما استاهلش وجودي جنبك دلوقتي ومعاكي على طول، وكمان ما استاهلش بيتك اللي في ايديا. اتفضلي. خالد انت قلت لي قبل كده ان اللي فات ملناش دعوه بيه، حتى ما حاولتش تسالني، صح؟ كلامك صح، لان اللي فات يا ريم ده ملكك انت مش ملكي انا، بس بشرط انه ما ياثرش على علاقتنا اللي جايه. خالد اسمعني كويس، انا عايزاك تسمعني بقلبك مش بودنك، عايزاك تحسيني زي ما كنت دايما بتحسيني. قولي يا ريم. انا قبل ما اعرفك مريت بتجربه صعبه قوي، ما شفتش فيها لحظه، حلوه، كنت دايما مجروحه ومكسوره، لكن كنت بحبك جدا. حبيت شخص ما يستاهلش، مستهتر وتايه، لكن في اللحظة اللي ابتدى يفوق فيها ويحس بيا دخلت انت حياتنا وخبطت على بابنا، وطبعا ماما وافقت على طول لأنها خايفة عليا، هي على طول دايما خايفة عليا، ودي كانت الكلمة اللي بتبقى طوق حوالين رقبتي، فضلت تشد لحد ما كنت هتخنق، وضغطت عليا ووافقت، لكن احساسي بالشخص ده ما تغيرش. خالد انا عارفه اني بجرحك بكلامي ده، وعارفة إن كل كلمة بقولها عاملة زي ما تكون سكينة بتقطع فيه، بس أنت علمتني إزاي أكون صريحة وإزاي أحس بإحساس مختلف. خالد الإحساس اللي بحكي لك عنه ده قبل ما أعرفك مش قبل ما أشوفك. أنا لما شفتك كنت حاسة
ان انت زي اي عريس جاي يخطف حلم واحد تاني. لكن لما حسيت بيك قربت منك، حسيت بحنية ايدك وهي بتحضن ايدي، بحنية نظرتك وهي بتضمني تحت رموشك. صدقني حسيت باحساس مختلف، احساس جميل، احساس بيقدم مش بيأخر. صدقني يا خالد، انت لو فعلا بتحسني في اللحظة دي بالذات هتعرف ان مفيش اي حاجة جوايا غيرك. هو ده احساسي يا خالد. ومادام ده احساسك يا ريم، ليه حكيتي دلوقتي الموضوع ده؟ ليه بتنبشي بايدك في موضوع كنت حاسه دايما طول الوقت؟ كده كنت بحاول انساه، لان مفيش في ايدي حاجة اعملها. ليه؟ ده انا ما طلبتش منك ان انا اسمع حاجة، وحتى لو كنت طلبت كان لازم ترفضي. كان لازم يا ريم. ما ينفعش، ما ينفعش يبقى في حاجة في حياتي انت ما تعرفهاش. ساعات الحياة بتجرح. عارفة، بس كان لازم احكي لك. يسلمك، بس انا مش عيان. تبقى تعبان. ما خبيش عليكي قوي. يبقى سلام. الله يسلمك. مالك يا نور؟ في الحقيقه مش عارف يا ليلى. طب وهتعرف امتى؟ قولي لي الاول، انت كنت رايحه فين؟ لقيت نفسي زهقانه، قلت همشي رجلي شويه، فرجلي جابتني عليا. طب اسمعك، ايه رايك لو نروح نشرب حاجه في اي حته؟ طب وشغل هيجرى له ايه يعني؟ يلا بينا. يلا. ايه ده؟ يا سلام يا إلهام، انا مش عايز اقعد، انا فعلا زهقت قوي وعايز اروح. ليه يا ابي؟ مش احسن من قعده البيت نقعد ونشرب حاجه؟ عشان خاطر إلهام، وبعدين ما تنسيش كمان ان احنا سايبين ماما لوحدها. ما تقلقش عليها، احنا مش هنتاخر عليها، نقعد شويه عشان خاطر يا إلهام. طبعا اذنكم، ممكن اقعد؟ زي ما تحبي. انت عارف انا بحب ايه؟ ارجوكي مفيش داعي للكلام ده. ليه يا احسان؟ في ايه؟ يمكن اكون غلطت لكن ما اجرمتش، كانت مجرد مرحله تهزيت فيها شويه لكن رجعت نفسي بسرعه. ما هي كانت اهم مرحله. عارفه بس. بس ايه؟ انت لسه عندك كلام تاني عايزه تقوليه. اسمعني. سمعتك كتير يا هاني. الضغوط كانت عليها كتير. الضغوط هي دي دايما الشماعة اللي بنعلق عليها أخطائنا. اتغيرت قوي يا حسين، تعلمت القسوة دي منين؟ منك. مش بيقولوا إن القسوة عدوى وأنت عادتيني بقسوتك؟ ياه، أنت شايل مني كتير قوي. لا، أنا مش شايل لك أي حاجة خالص. بس أنا بحبك. أنت ما بتحبيش غير نفسك، وما تقدريش تحبي حد تاني غيرها.
ياه انا وحشه للدرجه دي؟ هرجوك انا زهقت وعايز امشي. هتسيبني؟ مش لوحدك، معاكي نفسك اللي اهم عندك من اي حاجه في الدنيا. الحزن خد مني كتير قوي يا ليلى، بس عارفه ساب اهم حاجه احساسك اللي مالي عينيكي، هي دي الحاجه الوحيده اللي الحزن ما قدرش ياخدها منك. الحزن مش وشوش دبلانه ولا لون اسود ولا شويه دموع، الحزن الم بيسكننا لحد ما تيجي فرحه حقيقيه وتطرده من جوانا. وعشان الفرحه دي بقت بعيده ويمكن كمان بقت مستحيلة، تلاقي دايما الوشوش دبلانة من القلب. في دي بقى عندك حق. وانت مش ناوي تقولي مالك؟ انا نفسي اطير لفوق محدش يطولني. باين عليا بقول كلام عبط، الظاهر قلة النوم اثرت على تركيزي وخلتني ابتديت اخرف. تحبي نوم؟ لا يا ريت نفضل قاعدين شويه. انا خايف بس اعكي معاكي في الكلام واضايقك. تضايقني؟ انت يا نور مش ممكن تضايقني ولا تضايق اي حد في الدنيا دي. انا منساش وقفتك جنبي الفتره اللي فاتت، وقتها اكدت لي اني لسه في الدنيا شهامه ورجوله ومعاني حلوه كتير، كنت قربت افقد الامل في وجودها. ايوه بس المعاني دي موجوده، مش عندي انا بس يا ليلى، عندي ناس كتير. هي حقيقي قليله بس موجوده. موجودة. طب عندك فايز خطيبي مثلا، مفكرش ينزل يقف جنبي في أشد لحظات حياتي، وكل ده ليه؟ علشان شغله هناك والفلوس اللي بيحوشها. هي بس مش يمكن عنده عذره؟ يا نور ما تحاولش تعمل منه ضحية، هو ده فايز وهيفضل طول عمره كده. أيوة ليلى بس ده كان اختيارك. ده كان أنسب اختيار وقتها، ما كانش قدامي حد تاني. ليه؟ يمكن علشان كنت في غربة، ويمكن كنت عشان بعيدة عن مصر وعن بيتنا وحتتنا وجيراننا يا نور.